للحديث أكثر عن الوضع السياسي في سوريا ومحاولات إعادة تدوير نظام الأسد ينضم إلينا السيد باسل حفر، رئيس مركز إدراك للدراسات عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ باسل، بداية مرحبا بك. المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يقول إن سوريا بحاجة إلى عملية سياسية أوسع وأعمق. إلى أي مدى ترى أن تصريح بيدرسون يعني أن الحل النهائي قد يتأخر؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة يعني يبدو أنه بيدرسون منذ فترة يعني يصرح تصريحات تشير إلى أنه المسار الحالي ليس مسارا يعني قد يفضي إلى نتائج ملموسة في وقت قريب، وقد قال هذا الأمر أكثر من مرة. وهذا التصريح أظنه يأتي في نفس السياق، يعني هو يحاول أن يقول، لا يقول أن العملية السياسية متعثرة وأنها قد لا تحدث، لا يتم الانتقال إليها أصلا، وإنما يحاول القول أنه الوضع الشكل الحالي عملية سياسية بحاجة إلى إدخال تعديلات معينة. وبطبيعة الحال هو ربما يشير أيضا إلى إدخال أطراف جديدة إلى هذه العملية مثل الإدارة الذاتية أو قسد التي طالبت مؤخرا بإشراكها في جهود عملية سياسية. هناك حديث يدور أستاذ باسل عن أن هناك ربما محاولات من بعض القوى لإعادة تدوير نظام الأسد. محاولات تدوير الأسد ليست جديدة، وهي ليست مجرد محاولات. هناك يعني أطراف حقيقية حاولت، بضمنها إيران مثلا، بضمنها بعض دول في الجامعة العربية إلى آخره، حاولت في أكثر من مرة بشكل أو بآخر إعادة تدوير، يعني تدوير نظام الأسد أو إعادة إنتاجه بشكل أو بآخر، لكن حجم المقاومة ضد هذا الأمر سواء في المحيط الإقليمي أو في الداخل السوري أو غيرها يعني تعيق كثيرا هذه المحاولات، يعني تتركها يعني كسيناريوهات، لا أقول غير محتملة، لكنها سيناريوهات ثانية. أستاذ باسل، المبعوث الأممي بيدرسون يرى أنه لا يمكن حل الصراع عبر إصلاح دستوري، أكد أيضا ضرورة إطلاق سراح المعتقلين. لماذا برأيك يعني سكتت ربما المعارضة عن المسارات الأربعة وتعمل على كتابة الدستور؟ المعارضة لم تسكت عن المسارات الأربعة، وهناك أطراف من المعارضة أساساً منذ انطلاق هذا المسار بشكل مفصل عن المسارات الأخرى اعترضت عليه اعتراضاً شديداً وقالت أنه يجب إطلاق المسارات بشكل متوازي. لكن المنظومة الدولية أو النظام الدولي، الأمم المتحدة، بيدرسون المبعوث الدولي، أصروا على التركيز على هذا المسار بالذات والمضي فيه بالذات، واعتباره هو المركز أو هو النقطة الأساسية التي يبدأ منها الحل في سوريا. وهذا الكلام منذ سنوات، والآن من الواضح من تصريحاتهم أن هذه الطريقة في التعامل مع المسارات لم تنجح، لأن المسارات الأخرى مثل إطلاق المعتقلين ومسار الإرهاب والمسارات الأخرى الحوكمة وغيرها، هذه المسارات عندما تم إهمالها استغل النظام الفرنسي هذه المسارات وأمعنا في الإجرام وأمعنا في مقاومة المسار الحالي. الرئيس أردوغان يقول إن هناك مؤشرات تظهر عدم دعم روسيا للاستقرار والسلام في سوريا، كيف تقرأ استهداف الطيران السوري لمواقع للجيش الوطني المعارض؟ يعني بداية فقط للتأكيد، الطيران الذي استهدف الجيش الوطني هو طيران روسي، ولكن يعني النظام تحدث عن أنه هو الذي زود الطيران الروسي بالإحداثيات أو ما شابه. في كل الأحوال هي رسالة واضحة من الطرف الآخر، طرف روسيا والنظام وغيرها، باتجاه الجيش الوطني، باتجاه مشروع العملية السياسية، وباتجاه عملية الاستقرار، وتأتي في سياق التصعيد الذي بدأته روسيا منذ بضعة شهور، منذ حوالي شهرين أو ثلاث شهور تقريبا، وهذا التصعيد متواصل، وكلما حصل تعثر أو كلما حصل نوع من التفاوض بين الأطراف خصوصا الطرف التركي والروسي، الروس دائما ما يوجهون رسائل من هالنوع، يعني بمعنى أنهم يقصفون منطقة معينة، يقصفون مستشفى، يقصفون تجمعا، وكأنهم يرسلون رسالة أنهم في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم أو لم تمضي الأمور بالطريقة التي يريدونها فإنهم ماضون في عملية مواجهة وحشية. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ باسل حفر، رئيس مركز إدراك للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.